السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا عسلات؟ عاملين ايه يا قلبي؟ اخباركم ايه؟ اللهم بلغنا رمضان جميعا، بنعمل اليومين دول حاجات لرمضان وحاجات لشم النسيم. يا رب يدينا جميعا جميعا ويديكم يا رب الصحة والعافية وطولة العمر، ونفضل نعمل كده كتير. هنعمل النهاردة عجينة القطايف. عجينة القطايف سهلة وجميلة، أمي الله يرحمها كانت بتعملها لنا في البيت زمان، بس أنا بصراحة لما اتجوزت كسلت وبقيت بشتري وإيه. طب فنرجع بقى للزمن الجميل ده شويه بقى، يعني نحبك كده ما دام احنا فاضيين قبل رمضان نعملها، فهمتوني ازاي؟ لان لحد ليله رمضان ما بيعملوش قطايف الا لما الرؤيه بتظهر، وانا ببقى هتجنن عايزه اعمل قطايف قبلها عشان اشيلها في الفريزر، فهمتوني ازاي؟ انا بحب احشيها واشيلها في الفريزر. هندخل في المقادير على طول. مج، شايفين المج ده؟ المج ده كده دي اللي هو دي ده، معلقه لبن بودره، معلقه دي سومولينا. فتقولي لي دي سومولينا يا حنان، اللي هي دي البسبوسه بتدي لها قرمشه حلوه، دي خدتها من طريقه واحده سوريه، وذره ملح. بصي حتى ذره الملح موجوده، وهحط عليها كمان معلقه خميره فوريه او بيكنج باودر، وهنحط كمان معلقه سكر. سوري، حط معلقه سكر، ما تكتريش السكر، معلقه صغننه بس. ليه ما نكترش السكر يا حنان؟ عشان السكر يا حبيبتي بيخليها تحروق في على البوتاجاز في الزيت لما بتقليها وانت بتسويها كمان، والموضوع اسهل منه مش هنلاقي. واحتاج مج ده، هعمل ايه يا قلبي يا قلبي؟ بصوا يا قلبي، جيب الحلو ده، ننزل بمج الميه، هلخبط كل الحلوين دول مع بعضيهم كده. سهلة وجميلة، احنا ممكن قبل رمضان باسبوع نعمل كمية وروح عاملينها وشيلينها في الفريزر. انا بجيب القطايف وفرزنها في الفريزر يا جماعة، بحشيها ومقليهاش تبقى نية، محشية نية حلوة او حادق، ان انا بعمل قطايف حادق وبياكلوها عندي في البيت حادق حلو اكتر من حلو كمان. وهنزل هنا كده، بصوا بقى هنزل بقى واحدة واحدة، ماشي؟ هنزلها هنا في الخلاط وارجع لكم تاني. خلاص يا قلبي حطيتهم في الخلاط اهو، ماشي. هبتدي اضرب ونشوف الاخبار. هنحتاج ميه تاني؟ مش هنحتاج ميه تاني، زي ما احنا ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، اشتغل يا حبيبي. هشوف السمك بتاعها كده ونشوف احنا هنحتاج تاني ولا لا. لا، حلوه قوي، مش هنحتاج ميه تاني. هيبصي هبعدها لك، بس انا بقى هضربها لوحدي عشان الكلكيع اللي فيها دي ما تحطيش تاني عشان ما تبقاش خفيفه. خلاص يا حبيبي، يبقى مج الميه عليه مج اللبن، سوري مج اللبن ايه، انا مش عارفه ليه لما بعمل معاكم فيديو بهنج. مج الميه عليه مج الدقيق او كوبايه، ماشي، وعليه معلقه اللبن البودر، عليه معلقه الخميره، عليه معلقه الدقيق السومولينا، عليه نص معلقه سكر او معلقه صغيره سكر، وذره ملح. هضرب بقى قوي ضربه مبرحة جامد جدا جدا، زي يبقى ناعم. خلاص ادي يا قلبي، بعد ما نزلته بصوا شايفين، انا عايزه السمك كده، بصي السمك اللي هو تلاقيه، بصي مغطي المعلقه كده، شايفه السمك ده؟ هو ده كده، يبقى عامل زي الطحينه. هنسيبه يخمر شويه لمده نص ساعه، ما تخففيش عن كده، ما تكتريش مقادير عن كده، ده المقادير الستاندر حبيبتي. عايزين نزود، نزود بقى بالضعف، يعني كوبايه كوبايتين كده، معلقه معلقتين. هغطيه يهدى نص ساعه، ونكون بقى ايه، حضرنا الحشوات، حضرنا الشربات كده، فهمتوني؟ شربات الكنافه، شربات القطايف معروف، خفيف مش تخين، او بمعنى صح مظبوط، انا عن نفسي بحبه مظبوط. يعني هي كوبايتين ميه، او كوبايه ونص ميه، كوبايتين سكر، كوبايه ونص ميه، كوبايتين سكر. انا هعمل لكم حلقه لوحدها للشربات، الشربات ما ينفعش تعمل له حلقه كده، يتحط كده في حاجه، ماشي يا قلبي؟ هسيبه يخمر وارجع لكم تاني. بصوا يا قلبي، خلاص شايفين الفقاقيع، فقاقيع الهواء، لما تطلع فقاقيع الهواء دي اعرفوا ان هي خلاص كده كويسه. خلاص هنديرها ونروح بقى فين؟ على الجريلا، طاسه، تيفال، جريلا، اي حاجه اهي. بصوا هنيها دهن زيت خفيفه خالص. بصي يا قلبي، تاخدي بالكبشه كده، ماشي، وتمسحي كده، بصي امسحي الزياده اللي تحت ده كده، تيجي بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم، اعملي المقاس بقى اللي انت عايزاه يا قلبي، يستحسن الصغيره للحادق والكبيره لا سوري معلش انا اسف، الصغيره للحلو والكبيره للحادق، الصغيره للحلو اللي هي العصافيري،
نعملها للحلو، نحشيها حلو، قشطة، مكسرات، اي حاجة. والحادق نعمله كبيرة. فهمتوني ازاي؟ انا هعملكوا حبة كده وحبة كده عشان بس اوريكم. معلش بصي دي انا غلطت، دخلت جوه ازاي. هي على النار هادية خالص، نار هادية نهائي. هنشوفها بقى تستوي معانا ازاي. هنلاقي بقى ايه، طلعت فقاقيع كده. بصي شايفة؟ شايفة الفقاقيع؟ الهواء، فقاقيع الهواء. فاكرين الفيلم ده فقاقيع الهواء؟ هي كده بتطلع فقاقيع للهواء. ماشي يا قلبي. اهي بصي شايفة المنظر؟ ايوه كده كده. انت عجنتك ناجحه، ما تعليش النار، ما تكتريش السكر. طبعا كل ما تقعد تخمر معانا تبقى حلوه، كل ما تقعد تخمر معانا مثلا ساعه تبقى حلوه. عايزه كده؟ لا طبعا، عايزه تستعجلي بيكنج باودر. بيكنج باودر مين ازاي؟ شايفه المنظر؟ يلا يا قلبي كده. انا مش طبعا ما بتتقلق يعني، هي كده مجرد ما تستوي واللون ده كله يروح. هي بيضه دلوقتي، بصي شايفاها بيضه ازاي؟ هتلاقي اللون ده كده راح، الابيض راح. نبتدي ناخدها نحطها على الطبق على طول. اوعي تقلبي على الوش ده، اوعي. هي مره واحده كده وخلاص، ما تتقلبش على الوش ده. ماشي هي قلبي كله طلع. نبتدي نشوف، اشوف بس كده. لزقت لزقت يا خرابي، لزقت يا ناس. استنوا هقفل واجيلكوا تاني، اصبروا. لزقت مني يا ناس، لزقت. لسه بصوا، لسه بصوا كده شويه بس، سيبها كده شويه بس كده. طريه من ورا جدا، لازم تحمر، لازم تحمر. لزقت اختها، لزقت، هشيلها برده تاني، لازم تحمر، هشيلها بايدي. بصوا يا قلبي، معلش انا جالي تليفون فاضطريت افصل، معرفش اسجل، بس عملت كام واحده طلعوا حلوين. بصي اتحركي يا ماما، اتحركي يا قلبي، النار تبقى وسط. بصوا يا حبايبي، بصوا الجمال، شايفين؟ ماشي نبتدي. سوري، لا انا مش عارفه. انا معاكو، انا معاكو، بنسى نفسي، انا معاكو بقى خلاص، بحتاس بحتاس. بصي شايفه؟ ما تحمريش عن كده. ماشي يا قلبي، ما تحمريش عن كده يا حبايبي. يا بنتي اطلعي، يا بنتي اطلعي. هي الظاهر عارفه ان هي بتتصور، فهي بتتكسف ان هي تطلع القطايف، الظاهر والله اعلم. هنبتدي نحط بقى اخر طاسه، عشان انا عملت كام طاسه زي ما بقول لكم وانا بتكلم في التليفون. خلاص كده، عايزه كبير، عايزه صغير، عايزه وسط. بصي بقى قلبي، عايزه تكتري، كتري الكميه تضعفي. مش عايزه، من رايي انا اعملي مقدار، ده بيتقال عليه مقدار، اعملي مقدار واحشيه حادق او احشيه حلو يا قلبي، وحطيه في الفريزر يا حبيبتي على طول. بس خلاص يبقى كده خلصنا، وهوريكي ازاي تحط في الفريزر. بصي نتابع دي تاني. بصي شايفه؟ بصي شايفه فقاقيع الهواء؟ ادي فقاقيع الهواء. فاكرين فيلم نهارك سعيد؟ فقاقيع الهواء، ادي فقاقيع الهواء. اول ما تطلع فقاقيع هواء كده اعرفي ان هي عجينتك ناجحه. خلاص، والنار اهي بصوا متوسطه. خلاص، جريلا، صينيه، طاسه تيفال، اي حاجه، مهم حاجه ما بتلزقش. بصي شايفه ابيض ازاي؟ وبصي اللون من هنا، انا عايزه اوريها لكم يعني. بصي اللون، فرق اللون، اول ما كله يبقى لون واحد شيلي، اول كله ما يبقى لون واحد شيلي. دي خلاص، دي كده هنبتدي نشيلها. ما تحمريش قوي عشان ما تعملش. انا دلوقتي هيصحوا يتخانقوا معايا ليه بقى؟ عشان انا عامله كميه صغننه جدا، يعني مين هياكل ومين هيشم؟ عشان احنا بناكلها بالجبنه بتبقى تحفه، حط لها جبنه كده، خليط جبنه او اي جبنه حادقه عندك بحشيها بيها، بتبقى رائعه رائعه رائعه. فانا بقول الله اعلم ان انا اوريها لكم كده، فانا اعملها كلها حادق او كلها حلو عشان مش هتبان، او اجيب لكم بقى. لا نحشي قدامكم شويه. خلاص يا قلبي كده خلاص. بصوا، لا يا ماما، لا يا ماما، انت مش بتصوري يا حاج. بصي حلوه قوي، حلوه جدا جدا، شايفه؟ عشان كده بقول لك اوعي تكتري سكر، اوعي اوعي تكتري سكر. خلاص، قابلكم بقى نشوف هنحشي ازاي. بصوا يا قلبي، هما طلعوا لي الشوايه دول، مش بقول لكم هنتخانق مع بعضينا كتير كتير. بصوا بقى، دي جبنه تلاجه، براميلي، اسمها ايه اللهم صل على النبي، اسطنبولي، ميكس جبن، رومي على شيدر على موتزاريلا على جبنه بيضه على جبنه نيستو. اضربيهم مع بعض كده، ادعكيهم مع بعض، حبه نعناع، حبه بقدونس، وحشي بيه. بس انا دلوقتي بقول لك اسهل حاجه، قشطه بلدي، قشطه بلدي.
بتاعت وش اللبن اللي انا عملت لكم فيه فيديو بتاع ازاي اطلع القشطه البلدي من اللبن من غير ما اغليه. مكسرات ايا كان بقى، سوداني، بندق، لوز، زبيب، جوز الهند، فهمتوني؟ من غير سكر، من غير سكر. هنعمل ايه؟ هناخد الاول الكبيره، هناخد الكبيره اهي، هناخد حته الجبنه اهي، نحط حته جبنه حلوه كده. تاني نقول بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لازم نحطهم كلهم فوق بعض ونغطيهم عشان يبقى طري. انت عارفين القطايف روحها عامله. بصوا يا قلبي، شايفين مسكت ازاي؟ ناخد الكبيره، ممكن لحمه مفرومه، حماتي كانت بتعملها قرص كبير كده وتحشي لحمه مفرومه، كان بيبقى رائع. لحمه مفرومه اللي هي درجه طريقه اللحمه المفرومه نمره 2 اللي انا حطها لك في الفيديو، في فيديوهاتي، اسمها لحمه معصجه رقم 2. اكتبي كده اللحمه المعصجه رقم 2 لحنان رمضان. اي خصفة عايزينها اكتبوا تحتها جنبها الحنان رمضان. جبنه ماشي. القشطه بقى، بصوا هعمل لكم ايه في القشطه. ادي القشطه، هنعمل كده، بصوا كده كده كده، بس هقفل من هنا كده 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 خلاص. الفيديو ده يا حبايب قلبي اللهم بلغنا رمضان لرمضان، هاجي القطايف اهي. بصوا القرطاس ده هنقليه لوحده. ادي هنعمل حشو المكسرات حبه صغننين. ليه بقى؟ في ناس كانوا بيحطوا سكر في المكسرات دي، فلما بتحطيها في الزيت يا قلبي السكر بينزل وبيسود الزيت، فهمتوني ازاي؟ بصوا اهي، نبتدي بقى نعمل فرق كده ما بين ان دي مكسرات ودي جبنه ودي بتاع. ولما تحطي في الكيس يا ماما، بصي بقى يا قلبي انا دلوقتي حشيت اهو، ماشي؟ حشيت، بصوا ادي دول اتنين بالجبنه ودي ودي، دول اتنين مسكرين. انا هحشي مسكر كله زي ده كده، وهحشي بالجبنه كله زي ده كده. بروح مدخلاه في التلاجه، في الفريزر، معلش انا غلطت في السمبوسه قلت لكم التلاجه، لكن انا قصدي في الفريزر، مفروجين جنب بعضهم كده 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 جنب بعضهم. دي ما تنفعش، دي لازم تبقى طازه، يجمدوا يطلعوا اروح حطهم في الكيس. باخد يطلعوا في الكيس يبقوا مجمدين، واروح حاطه قافله الكيس ومدخلاه الفريزر تاني. يعني دي تدخل الفريزر مرتين، اول مره وهم جنب بعض كده، تاني مره لما تجمد اروح حطها في الكيس، قافله الكيس ومدخله الكيس في الفريزر. بس اعمل ايه بقى؟ الفريزر احط الواحد الناحيه دي، او اكتب عليه ده بالجبنه او باللحمه، واكتب عليه ده مسكر، ايا حشوته بقى ايا كانت مسكره، فهمتوني؟ سوري يا قلبي، فهمتوني يا حبايبي؟ دي لا، دي لازم انا اعمل قطايف في ساعتها، لازم، ما تنفعش لا تتحفظ لا تتحفظ كده ولا تتحفظ بعد ما تقل، لان دي هتتقلي وتتحشي على طول، فهمتوني ازاي؟ يبقى احنا بنعمل ايه؟ اديني عملت ما تنفعش قطايف كمان اشيلها كده بالحاله دي، ما تنفعش. اشتريش قطايف من راجل، عملتيها في بيتك ابتدي يا قلبي اشتغلي فيها على طول. قطايف روحها قليله، بتتعمل بسرعه يا حبايبي. اللهم صل على النبي، هحط حبه جبنه وحبه بقى. انا عارفه النهارده هنشد شعر بعض كلنا كلنا كلنا. ليه؟ لان احنا بنحب ام جبنه جدا وبنحب مسكره جدا. انا عندي بقول لكم في رمضان قطايف بالنسبه لي نمبر 1. لا بلاش نمبر 1 دي ما بحبهاش، نمره 1. نمره 1 في ايه؟ حته جبنه وقعت تحت في البتاع. نمره 1 في الحلويات عندي في رمضان. انا ما بعملش حلويات يعتبر تاني غير قطايف، بحشيها بقى كل الحشوات وبالجبنه وباللحمه المفرومه. يا خبر ابيض على الجمال، تحفه تحفه تحفه، ما اقولكيش. وتتحمر زيها زي السمبوسه قبل، اللهم صل على النبي، قبل يا قلبي قبل الفطار على طول ان شاء الله باذن ربنا اللهم بلغنا رمضان. خلاص يا حبايبي، هعمل انا بقى الباقي ده لوحدي، اقسم بقى، اعمل شويه تقسيمات كده حلوه واوريها لكم وهي بتتقلي يا عيني، ماشي؟ عشان خاطر نعمل واحده ثانيه مقفوله كده. بصوا شوفوا طريت ازاي بقت حلوه ازاي، بصي شايفه؟ لو كترتي السكر هتسود من هنا وتتحرق قبل ما تستوي. نقفل كده، بصي سبعه 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 كده 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 كده، نقفل لها نعمل لها بق مفتوح عشان نحشيها من هنا. قشطه، خلاص يا حبايبي، قابلكم بقى عند الزيت واحنا بنقلي. ادي يا قلبي الزيت، هنبتدي ننزل الزيت بقى يسخن، وبعد كده نهديه الوسط، ننزل الحاجات المسكره الاول الفاضيه اهي. بصوا الفاضيه اهي، ماشي؟ تنزلي لو انت هتقلي بزيت الاول يا حبيبتي زيت لوحده، عشان انا في رمضان بعمل لكل حاجه طاسه، اعمل للقطايف المسكره طاسه طاسه، والقطايف الحادقه طاسه. انا دلوقتي مثلا هقلي كله في زيت في طاسه واحده، هقلي المسكر الاول وبعد كده نقلي الحادق. اوعي تنسي وتقلي ده الاول قبله، لا ماشي؟
هنا عملت الشربات اهو، حاجه بسيطه. انا عملت ايه؟ يعني نص كوبايه سكر وعليه كوبايه ربع ميه بس، وذره ملح ليمون وخلاص، مش محتاجه يعني افتكاسات. خلاص قطايف بتتحمر. بصي بصي بتاخد لون ازاي بسرعه. بصي طبعا كله مستوي وكله عامل. خلاص الشربات يبقى بارد يا جماعه، في القطايف الشربات يبقى بارد، قطايف سخنه الشربات يبقى بارد، او العكس، بس يستحسن قطايف الشربات اللي يبقى بارد، مش القطايف هي اللي تبقى بارده. خلاص حبايبي بصوا، خلاص نبيض كمان كده ووريها لكم لما تطلع، وبعد كده احط الحادق كمان لوحده ووريها لكم حبايبي هنعمل. انا بطلع في مصفى يا قلبي، مطلعش على مناديل ورق. طبعا نتابع، احنا هنبعد موبايلنا كده، واحنا نبعد كده ونقرب كده، عشان انا اهي خلاص اتحمرت. بص اللون حلو ازاي، مصفى اهي بصوا، اتحمرت اتنين كده تجربه، اتنين كده خليتهم ينتحروا الاول. ماشي نقلب دي كده، بص اللون، اللون رائع رائع رائع. بصي صفي صفي خالص خالص خالص، تروحي حاطه في المصفى يصفى تماما تماما تماما. اوعي يا قلبي اوعي تحطي في على مناديل ولا الكلام، ولا الكلام الفاضي ده، ولا ورق ولا الكلام ده، اوعي اوعي اوعي. هبتدي انزل باللي فيه جبنه. شوفوا مش بقول لكم انا عامله شويه صغيرين، ده هياكلوني هياكلوني. انت عامله لنا قطايف دلوقتي، هنشمها ولا هنحلف عليها؟ يعني دي اللي بالجبنه خلاص، ودي بقى عادي لا شربات ولا حاجه بتطلع، بس يستحسن تاكل سخنه، يستحسن تاكل سخن، تاكلش برد. خلاص بصي يا قلبي انا رجعت لك في حاجه، شايفه دي الجبنه، سامعه الطشطشه دي؟ شايفه الجبنه طالعه ازاي؟ بصي الجبنه طالعه هنا ازاي؟ بصي عرفتي ليه بقى لما بقول لك لما تيجي تقلي تعملي الحلو الاول قبل الجبنه، عشان الزيت خلاص بيبقى مش حلو. فهمتيني ازاي؟ عشان لو جبنه سايحه او بتمط ينزل الميه بتاعتها. خلاص يبقى نحمر الحلو الاول، عشان نحمر الحادق خلاص، الزيت بعد كده هيترمي. خلي بالك يا قلبي، بصي شايفه شايفه، يلا يا قلبي استقبلكوا بقى في التقديم. يعني ادي يا حبايبي القطايف بعد ما طلعت، ده المقدار اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو كوبايه دقيق وكوبايه ميه. ده بصوا اهو شايفين المنظر، بصوا بحشيها بعد كده قشطه، تحشيها كريم شانتيه بس انا بحبها بصراحه بالقشطه، بتبقى جميله جدا. ودي المسكره سايتها شربات، بصي شايفه اللون. انت لو عملتيها حد هيفتكر ان انت عاملاها ولا جايباها من بره بذمتك يعني. ودي اللي فيها الجبنه، بصي باينه اهي، بصي بصي بتبقى الجبنه طالعه ازاي من بره، بتبقى طعمها وريحتها في منتهى الجمال. انا بالنسبه لي في بيتي المقدار ده يكفيني يوم، يعني انا يوم اعمل نفس المقدار ده اللي هو كوبايه دي وكوبايه ميه، يطلعوا لي الحبه دول. لان احنا زي ما اقول لك انا باكل كل يوم، بناكل كل يوم قطايف وحادقه وحلوه، بس لو قعدت شويه ما بتتاكلش. يعني الحادقه بنحطها على الفطار جنب السمبوسه، يا اما بديل السمبوسه لو ما فيش سمبوسه بتبقى هي مكانها. فهمتوني ازاي؟ والحلو بعمل نفس الطبق ده كده او اكبر شويه، يبقوا الطبقين دول بعد العشاء او بعد ما يصلوا او بعد ما يفطروا، ياخدوا واحده من دي وواحده من دي، وبعد صلاه التراويح ياخدوا واحده من دي وواحده من دي وخلاص. فضل على السحور، فضل خده ما فضلش خلاص، يبقى ما قعدتش عندي وباتت لتاني يوم وتبقى وحشه ومجلده وفيها شربات وتترمي. حرام يا جماعه حرام، هو مش بخل والله ما بخل، قد ما هو حرام. في ناس مش لاقيه اكل، في ناس مش لاقيه، وباين دي نعمه بتاعت ربنا، احنا نرميها ليه؟ انا ليه اعمل كيلو واتنين كيلو وتلاته كيلو قطايف وفي الاخر هيترمي؟ لا، طب ما انا ما دام عندي في الفريزر اطلع كل يوم اقلي على قدنا. انا مثلا عارفه جوزي بياكل ثلاث اربع وحدات في اليوم، انا باكل اتنين، بنتي بتاكل اتنين، جو ابني بياكل كذا، خلاص بطلع على القد. افرضي جالك ضيوف يا حنان، لا الضيوف دي حاجه ثانيه. انتيني ازاي الضيوف دي؟ اولا مش بعمل صنف حلو واحد، بتعملي صنفين حلو، وبتعملي مثلا اقل، اعملي نص كيلو، ما تعمليش ازيد من نص كيلو قطايف. انا بقولها لك اهو عن ثقه، لو عملتي حادق لا اعملي حادق كتير. لو عندك ضيوف بقى كبير كتيره بقى وعزومات كبيره في رمضان، اعملي لا كيلو قطايف حادق. مش جديده، حاجه جديده، واحشي لحمه مفرومه واحشي جبنه، المجبنه بتبقى رائعه على فكره. المجبنه كمان ممكن تاكل بالليل في السحور، بتبقى خفيفه جدا مع كوبايه الزبادي وخلاص، ما بيحتاجوش حاجه تانية جنبها. فهمتوني ازاي؟ وادي اهي، مش بخل يا جماعه والله ما بخل، هي يعني حرام نحافظ على نعمه ربنا، وما دام ربنا ادانا نعمه في ايدينا نحافظ عليها.
فهمتوني ازاي؟ دي من تحضيرات رمضان، عايز تعمليها الاسبوع الجاي، عايز تعمليها الاسبوع اللي بعده نص شعبان، ابتدي اعمليها فرزنيها زي ما بقول لك تتفرزن ازاي، وتشيليها في الفريزر، بتقعد معايا من السنه للسنه، تطلعيها وهي متلجه وهي متلجه وهي متلجه 3 مرات وهي متلجه، اقليها في زيت سخن، وبعد ما تنزل في الزيت السخن نهدي النار للوسط بس، خلاص تقعد معايا وتبقى في منتهى الجمال. خلاص يا حبايبي، يا رب طريقتي تكون عجبتكم، اتبعوا نفس الطريقه ونفس الخطوات، وتسلموا لي من اولكم لاخركم، كلكم كلكم كلكم، احنا عدينا ال 10,000 الحمد لله يا رب، الحمد لله عقبال ما نعدي المليون، بيكم والله والله العظيم انا نجاحي بيكم، واني هعدي وهوصل بيكم انتوا، من غيركم انا ولا حاجه، وده الكلام ربنا شاهد عليه. ماشي يا حبايبي، وبحبكم قوي قوي، وتسلموا لي كلكم على راسي، انا حنان رمضان.